دوليا الآن وإلى الولايات المتحدة الأمريكية أين نشرت شابة أمريكية صورة لها رفقة مرشحة رئاسيات هيلاري كلينتون وذكرت الام الأمريكية أنها كانت في جولة في غابة بضواحي أيت بينز بولاية نيويورك رفقة ابنتها الصغيرة لتتفاجأ بالمرشحة المنهزمة هيلاري كلينتون رفقة زوجها بيل كلينتون يتنزهان رفقة كلبهما كذلك وقالت الشابة الأمريكية أنها نقلت رسالة لهيلاري كلينتون مفادها أنها فخورة بها